معقول انت مانك شايف كيف الظرف؟ بالعكس، لانه هيك الظرف لازم نطلع نغير جو. طيب وكيف بدنا ناخذ لوكيشن معي؟ انت هدينا وتركي بس علي، اعملي فنجان قهوه وجمعي الكل يقعدوا بالصالون ونشوف شو بيطلع معنا. طيب يلا باي. ماشي باي. مين عم يحكي معك امي؟ امي هاي رفيقتي بالجامعه. امي انت عن جد رفيقتي؟ اي والله ما حسيت حالي. طيب امي رح اعمل لك قهوه ونعزم تيتا وجده وبيت خالي حازم. قلكي مروق الجو. لحقتك يلا. خلاص من اليوم ورايح صرنا نتغدى هون ببيتنا وما عاد في داعي لهاللمه العائليه. طول بالك بابا، القصه معنا حرزانه. لا سيدي حرزانه. بابا فيني اسالك سؤال؟ هات لشوف. شو كمان انت الثاني؟ انت بتكره عمتي وبنتها شيء؟ اسمعوا على السمعه، اكيد ما بكرهها. معقول اكره اختي؟ طب لكن ليش هيك قاسي معهم كثير؟ لانها اتطلقت وقعدت بخلقتنا، ولو ما قسينا عليها وعلى بنتها كانوا فلتوا على حل شعر هون وبهدلوا سمعه العيله. حلو كثير، وليش ما بتقسى على بنتك بنفس الطريقه؟ ليك بنتك اخذه راحتها، بتروح على الجامعه امتى ما بدها وبترجع، وكمان بتطلع مع رفقاتها امتى ما بدها وبترجع. اختك ماريانا مربايه صح، ما بتفلت. ليش بابا انتم ما عرفتوا تربوا عمتي وبنتها؟ ليكوا على السؤال السخيف. ابدا ما انه سخيف، لانه القصه ما انا قصه تربايه، القصه قصه تسلط. انتم بدكم تمننوهم انه قاعدين عنكم، عرفت ليش بابا؟ شو يا استاذ امجد؟ يا حضره الافوكاتو، بس كبرت وصرت محامي، جاي تأسس علي وتعطيني دروس؟ تعال عفو بابا، أنا بعتذر، بس كتر الضغط ممكن يولد انفجار، وأنا خايف من كتر ما بتضغطوا عليهم يعملوا شي شغلة. ماما وين رايح؟ نازل لعند عمتي. ما عندك دوام بالمكتب؟ ليك ما عم يرد علي، صاير هو وأختي عم يحاربوني مشان الست ماسة. طنشي، هدول لسه ما بيعرفوا شو يعني مرة مطلقة بالمجتمع. جدو اسمعي، لازم تعرفي انه ما بقيت اسمح ابدا انه هذا الموضوع اللي صار اليوم يتكرر. كلياتكم لازم تعرفوا انه ما بسمح ابدا حدا يضايق ماسا وامها من هلا ورايح ابدا، طوال ما انا عايش، طوال ما انا عايش. الله يطول بعمرك جدي، بس انا بفضل انه نسكر على الموضوع لانه انتهى. بعدين أنا وأمي تعودنا، يعني صلنا سنين عايشين على نفس الحالة، وإذا بيتغير شيء منحس حالنا غريبين. شو هالحكي ست ماسة؟ شو مانا عم تسكتي؟ لا قولي لي شربت قهوة؟ أهلين عمتي. لا عم نشرب قهوة، هلا بسوي لك فنجان، تفضل. يلا مرحبا. أهلين جودة. أهلين عم جار. أهلين تيتي، تعالوا جنبي. يلا هات عمك. بعد إذنك. جدو اليوم مساء انا وماسا بدنا نطلع مشوار بعد اذنك. ولوين؟ بابا اليوم عيد ميلاد رفيقتنا بالجامعه ومعزومين، يعني ما في شيء. ايوه بس يعني انا ما فهمت ليش عم تخبر جدك وكاني انا ما موجود. بابا جده قال ما حدا بيتدخل بعمتي وبنتها غير هو، صح جده؟ ايه صح. لذلك انا ما فيني اخذ ماسا غير اذا اخذت الاذن من جده. حلو، لغيت وجودنا فورا. مين انتو؟ لك انا ومرتي وامي واخي وابن اخي. هلا كل شغله صغيره بدي اعملها بهالبيت لازم اخذ راي كل العيله؟ هلا لسه كنتي عم بتقولي انك تعودتي، شو جرى؟ ايه تعودت، بس في شغلات بتزيد عن حدها، يعني انا رايحه مع ابن خالي، شو انا رايحه مع حدا غريب؟ يلا تعالوا نصوت، مين موافق يرفع ايده؟ شو عم تتمسخري؟ ايه شي بيخلي الواحد يطق مو بس يتمسخر خالي. ارفعي صوتك بوشي كمان؟ حازم بكفي بسرعة. أي هم وماسح يروحوا مشوارهم من هلا ورايح، لازم تعرفوا كلياتكم. كلمتي هي اللي بدها تمشي بالبيت، مفهوم؟ تفضل عبد. تسلم ايديك. شكرا. أيها شو رأيكم تاخذوني معكم؟ الله يا عم جودة ما خرج هالمرة
يعني المرة الجاية بنطلع أنا وياك ومريانا وما صار مشوار لحالنا، بس هالمرة ما خرج يعني إلا لصاحبة الحفلة والله ابن عمتي داخل وجايبينه معنا. بس موسى شو رأيك ننزل بسرعة كرمال نلحق السوق ونجيب هدايا وهالقصص؟ مساء جبت له لازمك مصاري؟ لا بابا أنا أعطيتك. يا خوفي يسبقني أيام، يا خوفي لك والله كنت بجن. عمتي صب لك تاكل، أنت اليوم ما تغديت منيح. لا يسلم إيديكي، بركي هالعشاء برجع بتعشى عنكم. مثل ما بدك. عمتي انت لساتك بتحبيني؟ يو شو هالحكي؟ انت نور عيوني. لانه خايف معاملة بابا معكم تكون كرهتك فيني. لا ايوه شو هالحكي؟ ابوك وعمك هدول اخواتي وما بزعل منهم شو ما صار. بقى كيف انتو؟ انتو بحطكم بقلبي. خلي لي اياكي يا عمتي، دايما القهوة. صحة وهنا. انا مضطر اروح على المكتب على الاسبوع. الله خلص تيتي. تسلم ايديك. مع السلامة، الله معك. مع السلامة. مع السلامة. عمتي عيونها بدي اياكي تضلي عم تضحكي، ما بيبقى لك تزعلي. حاضر، تسلم لي، الله ييسر لك. مع السلامة. لعما ما حلهم يطلعوا من البيت؟ معقول يكونوا طلعوا لما كنت بالمكتبة عم مطبورة؟ شو بدي ضل ناطرهم؟ رح أتأخر على المكتب. ستين عمر المكتب، ماني رايح لشوف وين بدهم يروحوا وإمتى بيرجعوا. Thank you.
وصلت بس ما بعرف وين المكان. يعطيكم العافية. الله يعافيك. خلصت الحفلة؟ من جوا. يعني لسه في عالم عم ترقص؟ هي جوا، فوت لجوا اطلع يا عم. مو معك، مو معي. صبية حلوة. منيك لأهلك شو مهضوم. شيء ظريف كثير. شايف لوين جايبني أستاذ أيهان؟ بعدين شو هالصوت العالي؟ مطوش راسي، والله ما عم أسمع حالي. انتي شبكي شبكي اليوم، شو صوت عالي؟ حبيبتي بهيك أماكن إذا الصوت مو عالي ما حدا بيقوم بيرقص، خصوصاً إذا مثلك. تعرفني أنا بحب الهدوء وما بحب الصوت العالي. بعدين شو كأنك مداوم هون؟ كيف مداوم؟ أول مرة بحياتي. بحياتي كذاب. طيب شو رأيك نطهم في محل قريب؟ لازمك على فنجان قهوة تهدينا راسنا شوي. تفضل. شايف الرواق شو حلو؟ لك كل هالمرة اللي طلعتي رقصتي فيها وهيستي بدك تسرعينا؟ سلمون. بعدين انت معنا اساس بتحبي الطلاع، بتحبي تشوفي الشغلة بعينك وبعينيها. لك ايه؟ بس يعني مو كل شيء كل شيء. طيب يا ستي افترضي اجاكي تصميم لمشروع فني ترفيهي. في صالات رقص. ما المفروض تكوني عرفانة المكان، عرفانة احتياجاته، كيف المسرح، كيف القعدة، شو؟ هلا دغري لقيت فتوى للقصة. يعني ضروري كل تصميم بدي صممه كون شايفته. اي طبعا. اي لا مو طبعا، مو ضروري حبيبي. انا بعرف الجو العام لهيك تصميم، وبعرف شو احتياجاته، وعلى هذا الاساس بصمم. اي بس انت بهيك حالة رح يكون الحل تبعك مانو كامل وفي كثير مشاكل. كيف الجلسات الجانبية بدها تصير؟ مكان الرقص او المسرح قد ايه بعيد عن الجمهور، الجلسات المكشوفة، الجلسات المخفية. الجلسات المخفية؟ هلا كلامك فيه شوية وجهة نظر، بس يعني ما بينطبق على كل الحالات. مثلا إذا قالوا لي صمم سجن، ضروري روح انسجن وعيش الحالة وشوف الإيجابيات والسلبيات لحتى أقدر صمم سجن مثالي. لا 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 لا، لا. أنت بس يجيكي هيك مشروع بتسلميني يا إلي. براسي بروح على السجن بعمل لك الدراسة. لك أنا عندي استعداد مو بس على السجن، عندي استعداد أطلع على المريخ أعمل لك دراسة لشي منتجع تستقبل كل الطفشانين والمتضايقين، بس المهم تكوني أنت مبسوطة. على المريخ مرة واحدة؟ يا لطيف شو خيالك خصب. إيه لا، من ناحية الخصوبة فخصب وزيادة. شو بك يا عبد الرحمن؟ كيف بدي طلعك من السجن؟ ما لقيت وشي غير المريخ. طيب والسجن اللي عايشة فيه من لما كنت صغيرة كيف بدك تطلعني منه؟ لك شب أنا هلا كنت عم بقلك على المريخ. أيهم بلا غلاظة، عن جد أنا حاسة حالي ماني قدراني أتحمل أكثر من هيك. لك يا ماسا كل ما بدي جي طلعت من هذا الجو مصرة ترجعي له. إيه لأنه أنا ما بدي أبر بنش، أنا بدي الدواء الشافي، بدي حل جذري. ماسا أنا عند وعدي، قلت لك بس نتزوج رح طلعك برا كل هذا الجو، رح عوضك عن كل شيء صار معك. منيح هيك؟ خايفة، خايفة من الأيام الجاية. ماني مصدقة إني ممكن أكون حرة وبدون رقابة وقمع. خلص حبيبتي خلص، بس كون معك لا تخافي من شيء. بعدين جايين على القهوة على أساس الروة ونسمع موسيقى، هدينا شبكي. مع سلامة. لك عيناك شو لك بجننوا. انا بجن 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 لما بشوف فيهم هي اللمعه. بتعرفي شو حاسس حالي عندي موهبه جديده اليوم.